حضرت أحداث بلدة بوتشا في أوكرانيا، حيث عثر على مقبرة جماعية في جلسة لمجلس الأمن الدولي وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو. وفيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بضرورة محاسبة القوات الروسية على ما ارتكبته في حق الشعب الأوكراني، ودعا إلى طرد روسيا من عضوية مجلس الأمن. اتهم المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال وحشية لحق المدنيين في أوكرانيا. وكانت أحداث بوتشا شكلت محل تحقيقات عدة ومواقف استنكار من حول العالم على وقع اتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب في البلدة، ونفي موسكو في المقابل واتهامها لكييف بفبركة فيديوهات وتزوير مقتل مدنيين. ما جديد التحقيقات وإلى ماذا يمكن أن تفضي جلسة مجلس الأمن؟ للمزيد ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا رضا أبو شفرة، أيضا سيكون معنا من تحديدا من كييف مفدنا عبد الرحيم الفارسي. وأبدأ مع رضا، لكن أرحب بأريج أيضا معنا من موسكو. أريج محمد انضمت إلينا من موسكو أيضا ضمن هذه الرسالة. سأبدأ من حيث الحدث الأكبر، العالم تابع هذه الجلسة لمجلس الأمن التي عقدت رضا لربما بعد ساعات قليلة على تبادل اتهامات واسعة حول هذه الصور والفيديوهات اللي انتشرت من مدينة بوتشا الأوكرانية. ما الذي أفضت إليه هذه الجلسة رضا، غير تبادل الاتهامات مرة جديدة في أروقة مجلس الأمن هذه المرة؟ نعم شانتال، هي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها جلسات مجلس الأمن تبادل الاتهامات، ولكن جلسة اليوم صراحة كانت جلسة صاخبة. لاحظنا كيف أنه الانقسام بدأ واضحا بين أعضاء مجلس الأمن، وأيضا تغير وتعدد وجهات النظر. لاحظنا كيف أنه ليس الصراع ليس فقط بين روسيا من جهة وبين أوكرانيا وحلفائها الغربيين، بل حتى الصوت الثالث الممثل في دولة الصين. طبعا جلسة مجلس الأمن ما ميزها أيضا هو حضور لأول مرة للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر الفيديو، الذي وصف روسيا بشتى النعوت والصفات القبيحة. اتهم روسيا بأنها ارتكبت فظائع ومجازر في أوكرانيا، اتهمها بأنها تستهدف المدنيين وتستعملهم كدروع بشرية. أيضا اتهم روسيا بأنها تنهب خيرات وثروات أوكرانيا، وتنهب الذهب، وأيضا تنهب حتى الحلي من عند النساء الأوكرانيات. فلاديمير زيلينسكي كانت لديه بعض الملاحظات حول طريقة عمل مجلس الأمن، طالب من أجل تجميد عضوية روسيا أو حل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإعادة تأسيس منظمة بديلة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. طبعا المندوب الروسي فلاديمير نيبينزيا، عفوا فاسيلي نيبينزيا، من جهته رد على الرئيس الأوكراني قائلا بأنه الجيش الروسي حينما غادر المدينة التي وقعت فيها تلك الفظائع لم تكن هناك أي صور تدل على أنه هناك مجازر أو قتلى، فقد كانت حركة السير عادية جدا، وكانت لديه بعض الفيديوهات التي أظهرها للصحفيين ليلة أمس. أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقد عمل مجلس الأمن، وطالب من أجل وحدة مجلس الأمن، وطالب أيضا من أجل فتح تحقيق موضوعي ومستقل من أجل معرفة ما حدث في بوتشا الأوكرانية شانتال. ولذلك سنسأل عبد الرحيم اللي موجود في كييف، إلى أي مدى عبد الرحيم يراهن الجانب الأوكراني على نتائج هذه الجلسة، يعني على وقع الخسائر الكبيرة التي طالت المدن المحيطة بكييف؟ يؤكد كما ذكر لنا رضا الرئيس زيلينسكي في هذه الجلسة أن الأمم المتحدة يجب أن تقدم ضمانات لأوكرانيا، هو يقول يجب أن تقمع أي عدوان على السلام كما اعتبر.
صحيح، وهنا شونتال ينظر إلى خطاب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الأمم المتحدة على أنه تجميع وتكثيف لما يعبر عنه مختلف فئات الشعب الأوكراني هنا، وهي مطالب سبق أن تحدث عنها فولوديمير زيلينسكي في كلمات وجهها إلى المجلس العمومي البريطاني، إلى البرلمان الهولندي، إلى البرلمان الإيطالي، خاطب أيضا اليوم الإسبان، توجه إليهم يطالبهم كما يطالب دول الاتحاد الأوروبي وشعوب العالم إلى الضغط من أجل إعادة تسليح بلاده بأسلحة قادرة على أن تصد العمليات العسكرية الحالية أو المقبلة لروسيا في بلده، وأن تجعل هذا البلد لديه قوة ردع على الأقل، كما قال عدد من المعلقين، تجعل أوكرانيا قادرة على أن توقف روسيا عند حدودها المعترف بها وليس عند الحدود التي تريد ضمها، كما حصل في شبه جزيرة القرم قبل 8 سنوات، أو كما يحدث حاليا في إقليم دونيتسك ولوهانسك اللذين يعتقد بأنهما سينضمان لاحقا إلى روسيا. إذن هنا الناس يركزون على أمرين: استعادة تسليح أوكرانيا، وهذا دليل على الاستعداد للمضي قدما في الحرب إلى أن يتم تحرير أراضيهم، أو كذلك الانتقال إلى العمل القانوني والحقوقي من أجل فتح تحقيقات ومعاقبة من يعتقد بأنهم ارتكبوا جرائم مثل التي حصلت في بوتشا وجوار بوتشا وفي مناطق أخرى والتي يتهمون بها القوات الروسية. قبل قليل شونتال صدر مقطع فيديو جديد نشرته مصادر أوكرانية، يظهر صورا جوية بطائرة درون صغيرة وهي تلتقط صورا أو مشاهد يظهر فيها رتل من الدبابات في مدينة بوتشا تطلق النيران على رجل كان يمتطي دراجة هوائية وقد سقط ذلك الرجل. ثم في مقطع آخر بنفس الفيديو صور الجيش الأوكراني بعد انسحاب القوات الروسية صاحب الدراجة أو على الأقل دراجة هوائية وبجانبها جثة شخص. ربط الأوكرانيون بين الحادثين وقالوا إن هما يدلان على تورط الجيش الروسي. طبعا لا يمكن التحقق من ذلك الفيديو لأن الأمر فيه كثير من الجدل وفيه كثير من تبادل الاتهامات بين الجانبين، ولكن يبدو أن بوتشا قد تكون منطلقا لعمليات أخرى وملاحقات أو مطالب على الأقل بالملاحقات القانونية لروسيا. أريج محمد، موسكو رافضة لكل هذه الاتهامات، هذا ما بتنا نعرفه من أكثر من موقف لمسؤولين روس خلال الساعات الماضية. موسكو متمسكة بأن كل هذه الفيديوهات فيديوهات مفبركة ولا تهدف إلا لتوريطها. هل سينعكس هذا الموقف أريج تصعيدا في الميدان خلال الأيام المقبلة، تحديدا في الدونباس كما تشير التقارير اليوم؟ شانتال، ربما من الصعب حاليا الحكم ان كان سينعكس الوضع فيما يتعلق بهذا الاستفزاز كما تسميه موسكو المدبر والمتعمد من قبل دول غربية بمساعدة استخباراتها وتدخلهم الى جانب القوات الأوكرانية والاستخبارات الأوكرانية بالتحديد، كما قالت وزارة الدفاع الروسية وسمت الجهة التي تراها مسؤولة عن تدبير هذا الاستفزاز. لكن ما ربما يمكن الحكم عليه حاليا هو تأثير الموضوع، كما يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم في أحدث تصريحاته وفي معرض تعليقه على مستجدات الملف الأوكراني والأزمة في هذا البلد على مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية، الذي قال أن هذا الاستفزاز وما يحوم حاليا ويجول في الكواليس وفي الأروقة وبشكل رسمي من خلال التصريحات الرسمية من قبل ممثلي المجتمع الدولي وما استمعنا إليه اليوم من تصريحات في مجلس الأمن الدولي، يرى فيه الجانب الروسي تأثير مباشر وهستيريا من شأنها ضرب مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية، خصوصا وأنها كما يقول لافروف وضعت وخرجت لتوها إلى سكة وصياغة أحكام مكتوبة، أحكام تسبق مسودات سلام، اتفاقيات سلام بين الجانبين، كما كان من المنتظر أن تخرج به هذه المفاوضات في وقت قريب من الجانب الأوكراني.
وما كانت موسكو تنتظره من الجانب الأوكراني من اعتراف بحيادية هذا البلد وعدم انضمامه المستقبلي إلى حلف شمال الأطلسي. يتحدث لافروف في معرض هذه التصريحات عن أن موسكو ورغم كل ذلك طبعا تفضل مسار المفاوضات وهي ثابتة في موقفها هذا، ولكن إن كان الجانب الأوكراني، وجاء ذلك بالمناسبة بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في جلسة مجلس الأمن التي كنا قد استمعنا إليها قبل ساعات. طبعا إن كان يفضل الجانب الأوكراني ابتزاز كما يسميه الجانب الروسي فيما يتعلق بهذه المحادثات والمفاوضات، فإن ذلك لن يجدي الجانب الأوكراني شيئا، خصوصا وأن مطالب الجانب الروسي ثابتة فيما يتعلق بحيادية هذا البلد واجتثاث النازية. شكرا لك أريج محمد من موسكو، والشكر موصول لمراسلنا رضا بوشفرة من نيويورك ومراسلنا بل مفادنا من كييف عبد الرحيم الفارسي. شكرا لكم.